مساء الخير يا اخواتي، كل سنة وانتم طيبين. عاملين النهاردة رز بسمتي، اسمها ايه؟ بسبب اللي حصل كبسة، كبسة برز البسمتي. كبسة ايه؟ رز بسمتي وفراخ، اللي هو بدل ما نعمل لحمة عملنا فراخ، فاهمين؟ ومعمول طبعا بالزبيب المكسرات. تحفة. الله. بسبب اللي حصل في حفل تليفون بهن. تنسوش لايك وكومنت وتقولي لي ايه رايك. افتح لها تلي حته بقى. طبعا ده القناصة اكلها. واللي بحبها. الله. بصراحة بالمكسرات حكاية. عاملين خلطة هي كمان، معرفش دي ايه اصلا. وكون يلا بقى.